شكرا لمعالي الأمين العام. شكرا للأمين العام لمجلس التعاون دول الخليج العربية لإغراءة البيان الختامي وإعلان الكويت. والآن اسمحوا لي إخواني أن أقول كلمتي إذا سمحوا. في أصحاب الجلالة والسمو معالي الأمين العام، أصحاب المعالي والسعادة، بحمد الله وتوفيقه نختتم أعمال الدورة 34 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. أصحاب الجلالة والسمو، فقد العالم رجلا ناضل لعقود في سبيل نيل الحرية لبلاده والعدل والمساواة لشعبه، فكان مناضلا صلبا سطر أروع صور الكفاح ضد التمييز العنصري. وأنني لأتقدم باسمكم إلى جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة قيادة وشعبا بأحر التعازي وصادق المواساة بوفاة الرئيس الأسبق نيلسون مانديلا. أصحاب الجلالة والسمو، كم سعدنا بوجودكم إخوة أعزاء بين أهلكم على مدى يومين في فرصة كريمة تبادلنا خلالها وجهات النظر حول القضايا والتحديات التي تواجه بيتنا الخليجي، وتوصلنا بعون من الله وتوفيقه ثم ببعد نظركم وحكمتكم إلى مجموعة من القرارات ستسهم دون الشك في تعزيز مسيرة عملنا الخليجي المشترك، وستحقق آمال وتطلعات شعوبنا المشهودة. وفي الختام أجدد الشكر لكم لتلبية الدعوة لحضور هذه الدورة، كما لا يفوتني أن أشكر معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني والأمناء مساعدين وجهاز الأمانة العامة. والشكر موصول إلى سكرتارية الأمانة العامة وإلى كافة اللجان العاملة في الإعداد لاجتماعات هذه الدورة ولكل من شارك في الترتيب والتنظيم لها، ومن لم تسعفني الإشارة إليه على كل ما بذلوه من جهود مقدرة ومشكورة. صحبتكم رعاية الله وحفظه ورفقتكم عنايته، متطلعين بكل أمل وتفاؤل بإذن الله تعالى إلى لقائنا في الدورة القادمة في دولة قصر الشقيقة بضيافة أخينا العزيز صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن ترفع الجلسة الختامية على أن نلتقي بمشيئة الله في لقائنا القادم في دولة قطر الشقيقة إن شاء الله.